اليوم ينعقد في مدينة الرباط الجمع العام التأسيسي للمرصد الوطني للقيادات النسائية المغربية اللي تنتخبت فيه رئيسة وطنية لهذا المرصد. الهدف من خلق هذا المرصد وهو خلق واحد الفضاء وواحد مؤسسة أو كفاعلات جمعويات وكنساء سياسيات وقياديات في مجال الأعمال أن نلتأم وبالخبرة اللي راكمناها وتجربة باش نخلقوا واحد المسار أو واحد الفضاء للنقاش على قضايا النساء. من بين أهم الأهداف ديال هذا المرصد أو سبب نزول هذه الفكرة هو أنه أولا الهدف الأسمى وهي القضية الوطنية التعريف بها والدفاع عنها خارج الوطن وداخله خارج الوطن، كذلك الأهداف الأخرى وهي الاهتمام والدفاع عن قضايا النساء بما فيها محاربة الميز والعنف الممارس على النساء سواء كان عنف مادي إلكتروني أو معنوي، كذلك دعم النساء القرويات اللي كيعرفوا واحد الهشاشة وواحد الضعف. في الحقيقة المرصد هو يتكون من مجموعة من القياديات ودكتورات حاصلات على المستوى الأكاديمي، دكاترة كذلك على المستوى السياسي، هناك برلمانيات سابقات، هناك قياديات على مستوى الأحزاب مختلف الأحزاب، وكذلك نساء اللي راكموا تجربة في مجال الإدارة والأعمال إلى غير ذلك. دونك اليوم هذا السؤال أننا واش حققنا ذاتنا كنساء، طبعا لا يمكن أن ننكر ما راكمته الحركات النسائية منذ بدئها في النضال على قضايا النساء، والخير دليل اليوم هو أنه إحنا اليوم نساء مغربيات قويات راكمنا تجربة تقلدنا مناصب في الوطن ديالنا. اليوم الهدف من هذا المرصد الوطني وهو أنه نجمع هذه الخبرات وهذا اللي ركمناه مد هذه العقود من السنوات أننا نبلغروها ونخرجوها عن طريق برامج اللي من خلالها ستترجم هذه الرؤية اللي احنا كنطمحوا لها. كيشرفنا اليوم نسجل الحضور ديالنا في الجمع التأسيسي المرصد الوطني للقيادات النسائية المغربية، وحنا كرجال فخورين نشاركوا ونسجلوا الحضور ديالنا مع المرأة المغربية في هذه المبادرة اللي كتحاول تبذل الجهد باش تجمع وتوحد القيادات النسائية وتفتح أمامها الإمكانات الولوج في القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كنعرفوا الحضور القوي ديال المرأة في المجال ديال المجتمع المدني، فالمرأة حاضرة بقوة فيه، لكننا على مستوى القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نلاحظ غيابا كبيرا للمرأة. هذا المرصد غيكون من الأغراض ديالو من الأهداف ديالو تمكين المرأة من اتخاذ القرار، من الوصول لمراكز القرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خاصة، وتم انتخاب الأستاذة رفيعة المنصوري كفاعلة سياسية معروفة وفاعلة جمعوية رئيسة هذا المرصد. كيشرفنا نشتغلوا معها وكيشرفنا نسجلوا حضورنا كرجال في تمكين المرأة على المستوى الوطني من النهوض بالمهام ديال المشاركة السياسية والاجتماعية، وخاصة وأن هذا المرصد كيستدمج المقاربة النوع، كيستدمج البعد ضد التنمية المستدامة، كيشتغل على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي. ولكم الشكر.